من يملك الإنترنت؟ كانت الإجابة في السابق بكل بساطة لا أحد، إلا أن الواقع تغير اليوم، إذ تتحكم 5 شركات تقنية بمعظم شبكة الإنترنت بسبب الحوسبة السحابية، والتي وفرت بدائل أرخص وأكثر عملية للبنية التحتية للإنترنت. عالم أمازون وجوجل ومايكروسوفت للحوسبة السحابية حول الإنترنت لبيئة مركزية مشددة. باتت مراكز البيانات المحدودة لتلك الشركات تستضيف أكثر من 90% من المواقع على الشبكة الافتراضية. شبكة الإنترنت قد تبدو متصلة تقنيا على الأقل وحتى هذه اللحظة، إلا أن الحدود الافتراضية تتزايد، وهو ما سينعكس على البنية التقنية للشبكة في بعض المناطق، إذ بات الإنترنت مختلفا من دولة لأخرى، والسبب يكمن في الحوكمة وتداخل المسائل السياسية والأمنية والحواجز الوطنية. هذه التحولات تدفع الكثيرين اليوم للحديث عن نزع عولمة الإنترنت بكل ما في هذه العبارة من تناقض، إذ أن من الصعب تخيل الإنترنت بمعزل عن العولمة. الشبكة نشأت أصلاً لهذه الغاية التي تواجه اليوم تحدي تزايد الحمائية والتوجه نحو الإنترنت الوطني الخاضع بالنتيجة لسيادة الدول القومية. ينضم إلينا من واشنطن دلشاد عثمان، الخبير في شؤون أمن المعلومات. أهلا بك. دعنا نبدأ من المرحلة التي نحن فيها، هل أصبحنا فعلا اليوم في مرحلة نزع عولمة الإنترنت، دي جلوباليزيشن أوف إنترنت فعليا؟ مرحبا لكم. فعليا نحن بدأنا تقريبا من بدايات 2000 بنزع عولمة الانترنت. واحدة من أفضل الأمثلة على الموضوع هي الصين، لما قامت ببناء انترنت محلية خاصة فيها ووضع جدار ناري اسمه أصلا جدار الصين، الجدار Great China Firewall أو جدار الصين العظيم حول الانترنت الخاص فيها، والسماح لدخول المعلومات اللي هي بتهمها ومنع خروج معلومات ما بدها العالم يشوفها. ولهذا السبب في شركات أمريكية مثل فيسبوك وتويتر أصلاً ما بتشتغل بالصين. فنحن شايفين عولمة الإنترنت. المميز بهي المرحلة هي تحول الدول الديمقراطية لقومنة الإنترنت أو للدفع تجاه بناء إنترنت وطنية قومية. كيف؟ قانون الخصوصية بالاتحاد الأوروبي GDPR اللي نزل مؤخراً، اللي بيمنع تخزين معلومات بتخص المواطنين الأوروبيين إلا ضمن حدود الدول الأوروبية، تقييد مواقع هي مش موجودة في أوروبا بأنها تلتزم بقوانين ما بتنطبق عليها بشكل أو بآخر، على أنه تلتزم فيها، وفي حال ما التزمت بيتم منعها من الوصول للمواطنين الأوروبيين. اليوم نقاش تيك توك بواشنطن، هذا صحيح. النقاش الكبير تركيزه الأساسي هو على هاي النقطة. طيب خليني اسالك دشاد، يعني انا زرت الصين بال 2017، وقبل ما نطلع على الطياره قالوا لنا نزلوا في بي ان لحتى تقدروا تتواصلوا عبر الواتساب وتويتر وفيسبوك، والناس اللي ما نزلت انه اذا بدكم تحكوا مع عيالكم عن طريق الواتساب هذه هي الطريقه الوحيده عن طريق تحميل الفي بي ان. يعني هناك طريقه، هناك مدخل اخر، شو ممكن يمنع الناس من ان يكون هناك مدخل اخر؟ هل يمكن ان يكون هناك مثلا ملاحقه قضائيه من قبل الحكومات لتجنب هذا الشيء؟ طبعا الفي بي ان جريمه بالصين، وجريمه بكثير دول بالمنطقه كمان. اي دوله بتشدد على تحويل الانترنت لبيئه وطنيه تمنع فيه اشياء معينه بتجرم الوصول للانترنت. وحتى المنع مش بيكون فقط بالقوانين بالرادع القانوني، ولكن حتى تقنيا. الصين متقدمه جدا بتطوير تقنيات بتلاحق الفي بي ان، بتهاجمها، بتدمر البنية التحتية للفي بي ان لأي شركة ممكن تشتغل بهي المنطقة. فطبعا في حلول سهلة لمنع الفي بي ان. طب هذه التغيرات اللي عم نشوفها في الدول الأخرى إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي وأنماط الحياة المعولمة فعلياً؟ طبعا حتأثر. يعني عندك مثلا الشركات الانترناشنال اللي بتعتمد على الانترنت، ان كانت شركات الاي كوميرس او ان كانت السوشيال نتوركس وغيرها، هاي الشركات حتتأثر بشكل كثير كبير. ولكن كمان بنفس الوقت ممكن يكون تقسيم هاي الشركات لعدة شركات وجنسيات مختلفة
حل لهي المشكله، ولكن حتما يعني لما انا بقول عولمه بتذكر الانترنت او بشوف الانترنت، فحتما تقسيم الانترنت حيكون له تاثير هائل على الاقتصاد. او برجع لمثال تيك توك اللي هو اهم سوشيال نتورك اليوم، يعني تيك توك امام مصير يتم حظره، فتخيل التاثير الاقتصادي على هذا الموضوع. طيب في ظل هلا في تطورات كثير بلشنا نشوف الذكاء الاصطناعي، التطبيقات مثل تشات جي بي تي، هاي المواضيع اللي عم نحكي عنها كيف يمكن ان تؤثر على التطور الجماعي للانترنت على نطاق عالمي؟ أو طبعا الذكاء الصناعي هو واحدة من أهم مناطق الصراع الإلكتروني بين الدول المتقدمة اليوم. بالتأكيد يعني في حال مثلا تم قوننة الإنترنت، هلا حاليا لحد هذه اللحظة ما في ريجوليشنز قوية، ما في قوانين قوية لإدارة الإنترنت بالولايات المتحدة، ولكن تخيلي لو صار هذا الشيء مع ارتفاع شهية الناس لتعمل هذا الشيء بعد محادثات تيك توك. في حال صار هذا الشيء، أمريكا حيكون في عندها قوة هائلة إنه تعطي الذكاء الصناعي للدول اللي هي حابة تعطيهم إياها وتمنعهم عن الآخرين، فطبعا حيكون في تراجع هائل بفرص بعض الدول وبعض الشركات الغير امريكيه بالحصول على هاي التقنيه. على سبيل المثال طبعا هذا الشيء ينطبق على تقنيات اخرى ودول اخرى تملك تقنيات ضروريه مثل الذكاء الصناعي. طيب انشاد معنا دقيقه تقريبا، دقيقه وشوي، برايك هل انتقلنا من مرحله الشبكات الحره يعني الورلد وايد ويب لكل الناس الى تقسيم الفضاء الافتراضي الى مساحات واقطاعيات للسياده الوطنيه والامتيازات وكيف؟ طبعا الانترنت لما تم تصميمها، لما تم طرحها بالفتره الاولى، كانت هي عباره عن شبكه قابله لانه تتمدد والكل متساوي بالفرص على الانترنت. حتى البنيه التقنيه لهي الانترنت ما بتعترف بالسياده وبالمواطن وبالكذا، الكل مساوي على هذا الشبكه. ولكن للاسف مع عودتنا لمركزيه الانترنت، سابقا كان السيرفر بينوضع بالمكتب عندنا، ولكن يوم السيرفر مش موجود بالمكتب لصعوبه هذا الموضوع. فلما نحن اليوم عم نرجع لانترنت مشدده بالقوانين، تداخل فيها الموضوع الامني الى اخره من هاي الامور، طبعا نحن حنشوف انترنت مجزأ، حنشوف انترنت يعني الانترنت حتشوفيه بالدوله اللي انت بشكل مختلف عن اللي انا حشوفه. عن كل دوله مختلفه. الحديث طبعا يطول. دلشاد عثمان خبير في شؤون امن المعلومات كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.